اليوم حلقتنا سوف تكون عن أقوى 5 هاكرز في الوطن العربي، والصدمة أنه في طفل عمره 15 سنة من الجزائر هكر مواقع جدا ضخمة وشركات، والصدمة الأخرى أنه في 2 من السعودية وواحد من مصر. لمعرفة ما قاموا به هذول الهكر شاهدوا فيديو الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ وإن شاء الله تكونوا بخير. أنا معكم راندو ورجعنا لكم مقطع جديد. اليوم سوف نتعرف على أقوى 5 هكر في الوطن العربي قاموا بتهكير شركات جدا ضخمة مثل جوجل ومايكروسوفت وشركة أمازون اليهودية، يعني شركات جدا ضخمة قاموا بتهكيرها، والصد منهم عرب، يعني لا تستهونوا بالعرب، فهمتوا؟ وخلينا ما نطول في المقدمة ونخش على أول هاكرز معنا اليوم. وأول هاكر معنا اليوم هو من السعودية الملقب سايبر تريست والملقب بقاهر اليهود. قام باختراق عدد كبير من المواقع اليهودية، وقام باخذ الاف البطاقات المصرفية من اليهود، وقام باختراق نظام السياحة اليهودي اللي اسمه كايس بيرست. والمشكلة مو هون، المشكلة انه كمان قام باختراق شركة مايكروسوفت. الصدمة انه قام باختراق موقع الرسام الدنماركي اللي سأل الرسول في عام 2012، ولكن للأسف انه هذا الهاكر السعودي توفى في عام 2012 بعد ما اخترق الموقع للرسام الدنماركي الذي سأل الرسول. يعني شوفوا يا اخوان، اخترق شركة مايكروسوفت واخترق شركة السياحة واخترق قسما بالله جاب اجلهم، وبطاقات المصرفية كله اخترقهم. هذا اول هاكر معنا اليوم. افسر الهاكر الثاني ايش سوى، وخلينا نخش على الهاكر الثاني بسرعة من غير مقدمات. الهاكر الجزائري اللي ملقب بقادر معروف او الملقب ب 11000، ما بعرف ايش سر الرقم هذا، بس هو مسمي نفسه كذا، مش عارف ايش قصته. وكان مطلوب من امريكا وفرنسا واسرائيل عقب ما خرب ليهم مواقع كبيرة وسبب ليهم خسائر مادية جدا ضخمة. انتم متخيلين يخسر امريكا وفرنسا واسرائيل وثلاث دول يكون بدور على هكر واحد ويكون عربي؟ وقام هذا الهكر الجزائري باختراق 150,000 موقع، واغلب هاي المواقع يهودية وفرنسية وامريكية، عشان كذا بدور عليه. ومركز أكثر شيء على المواقع التي تسيء للإسلام، أي موقع يسيء للإسلام على طول مباشرة أنه يخترقه. وصل الله في آخر تصريح له هذا الهكر الجزائري، قال أنا لا أريد التخريب، يعني أنا بهكر 150,000 موقع لا أريد التخريب، لكن أنا أفتخر بهويتي الإسلامية وجنسيتي العربية. وبيقول أي هكر في العالم معروف آخره، يعني معروف آخره أنه يا حبس يا قتل، وهو عارف نهايته شكله، يا ينحبس يا ينقتل. معنى الهكر الثالث وهو الصدمة، صراحة صدمة، عمره ما تجاوز 15 سنة. يقولون ان الهكر المغربي امين عبود في عام 2008 لم يتجاوز عمره 15 سنة، ورغم عمره هذا قام باكتشاف ثغرات جدا هائلة وكبيرة في شركة جوجل. انتم متخيلين يا جماعة، شركة جوجل يكتشف فيها ثغرات، وشركة مايكروسوفت وياهو، انه طفل عنده 15 سنة يعني يكشف ثغرات ويخترقها. بعد ما اخترق وكشف ثغرات في شركة جوجل، شركة جوجل بنفسها شخصيا قامت بالتواصل مع الطفل المغربي امين عبود، وشكرته على هذا، على جهوده، ومش عارف ما بظن انه شغلوه معهم لانه طفل يعني عمره صغير. والمصيبة يا اخوان انه هذا الطفل لي الدور الكبير بانشاء اكبر فيروس في العالم. يعني متخيلين، يعني في فيروس طلع قبل كذا، هو الطفل هذا هو المنشئ هذا الفيروس. يعني صدمة، طفل عنده 15 سنة ينشئ فيروس ما في، يعني في عام 2022 الفيروس أقوى منه، تخيلوا. وخلينا نخش على الهكر الرابع، الهكر المصري دكتور سايلن هيل، إن شاء الله نطقت اسمه صح. وهو يعتبر أحد أفراد منظمة إيجيبت، واللي ما يعرف إيش يعني منظمة إيجيبت، هي منظمة تضم أقوى الهكر المصريين، يعني هم الهكر المصريين مسوين لهم منظمة وبيجتمعوا فيها مع بعض. قام هذا الهكر المصري باختراق 100 موقع إسرائيلي بيع وشراء، واللي ما يعرف مواقع إيش يعني موقع بيع وشراء، هي مواقع مثل أمازون وأوبن سوق. ومن شدة يعني اختراق 100 موقع أثر على إسرائيل اقتصاديا، أنتم متخيلين يأثر على دولة بأكملها اقتصاديا، هكر يعني بسيط يأثر على دولة اقتصاديا، هذا جدا مرعب صراحة لدولة مثل إسرائيل. وقام به اختراق 200 موقع دنماركي، بعد الاختراق 100 الأولين اخترق 200 موقع دنماركي. يا ساتر يا رب،
قسما بالله الهكر هو المصيبة في العالم. يعني لو واحد يمسك له 4 هكر يكونوا معلمين يخش على الدنيا كلها يولع فيه. ومعنى الهكر الخامس وهو الهكر السعودي سنايبر هوكس. هذا الشخص قام باختراق اكبر المواقع اليهودية مثل مواقع ادارة الشؤون الدينية اليهودية. انتم متخيلين يعني يهكر موقع ديني يهودي، موقع يعني هكر اعتبر هكر منظمة الدينية اليهودية وبرضه وزارة السياحة اليهودية. ومو بس هنا، وكمان هكر وزارة التعليم الإسرائيلية. انتم متخيلين يا اخوان يهكر اقوى شيء في الدولة. والمصيبة مش هنا، المصيبة انه هكر احد محركات البحث في اسرائيل، يعني محركات البحث زي جوجل، فهمتوا كيف؟ زي جوجل. وكان اي موقع يسيء للاسلام والمسلمين مباشرة هذا الشخص يعمل حملة او يقوم بمهاجمته هو بنفسه مباشرة ويسكر هذا الموقع، اي شيء يسيء للاسلام. وهذا الشخص يعتبر من اقوى الهكر العرب. وفي اشخاص كثيرة تغدوا من سنايبر هوكس ودفعوا له مبالغ ضخمة مالية لكي يتجسس او يخترق حسابات شخصية، لكن هو كان يرفض دائما. والى هنا يا اخوان وصلنا لنهاية الحلقة ومعنا وتكلمنا عن اقوى 5 هاكر عربي، لكن في هاكر واحد يعني بالخمسة هذول كلهم، واحد هاكر عربي بالخمسة هذول جميعا، سوف نتكلم عنه في الحلقة القادمة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وشوية اللخبطات تظل. ويلا لي يمكن ساعة ونص وانا بصور في الحلقة هي، تخيلوا وبكتب ودنيا. وسلام.